السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو آخر معنا من قناة ألي زاد. نرحب بالأعضاء الجدد ونقول لهم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس والضغط على زر الإعجاب. رجعت لكم اليوم بهذا الفيديو باش نتحدثوا على عشبة سبق أن تحدثنا عليها في فيديو سابق، تجدونه في صندوق الوصف. العشبة هذه هي عشبة نبات السعد أو عشبة تارة، معروفة أيضا بهذا الاسم. في الفيديو السابق أعطيتكم الطريقة اللي باش كيفاش تستخدموها وتستخدموها عفوا بعد نزع الشعر لتخفيف نمو الشعر وبالمداومة قضاء على نمو الشعر نهائيا. هي العديد من الأخوات قالوا لي أنه استخدامها مع زيت الزيتون قادر، يعني زيت الزيتون يعمل على نمو الشعر، وهذه النتيجة احنا ما ناش باغينها، بالعكس يعني تارة مع زيت الزيتون ما يتلاقاش. اليوم جيت باش نقول لكم طريقة أخرى تقدروا تستخدموها باش تستغنوا على زيت الزيتون اللي ما يطيقش ما يحبش يستخدمه. كاين طريقة أخرى، يمكن تعويض زيت الزيتون بزيت المائدة أو زيت الطبخ عادي. وكاين طريقة أخرى هي أنك تحكمي مقدار من زيت من نبات السعد كما هو موضح في الفيديو، تجدونه عند العشاب. تاخذوا مقدار منه تطبخوه في الماء، وهذاك الماء نتاعو تخلوه مدة معينة حوالي يومين أو ثلاثة، مش كما الزيت تخلوه 21 يوم، لا الماء تخلوه واحد يومين أو ثلاثة باش يطلق هذيك المادة نتاعو في الماء، وتبقاو تدهنوا بهذاك الماء نتاعو. ولا تقدروا تستعملوا الطريقة السابقة اللي تحدثت عنها في الفيديو السابق، استبدلوا زيت الزيتون بزيت المائدة. ويوجد أيضا زيت النمل وزيت السعد الذي تبقاه يتباع عند العشاب، تقدروا تستبدلوا هذاك الزيت أيضا بزيت الزيتون. هذا هو الفيديو، حبيت برك نوه لهذا الملحوظة المهمة. ودرت الفيديو خصيصا اللي ما يعرفش نبات السعد، هذا هو تلقاوه عند العشاب، اشتروا عليه برك قيمة 20 ميل، ماهوش غالي بزاف كما راكو تشوفوا. هذا هو فيديونا نهار اليوم، نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. واللي عنده اي استفسار كما العاده خلوه لي في لي كومونتير، وانا ان شاء الله راح نرد عليكم. اعزائي المشاهدين ما تنساوش تشتركوا في القناه وتخلوا لي تعليق جميل وتضغطوا على زر الاعجاب. نلتقي ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.